السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المفوضية تعلن فتح باب التقديم للعمل كموظف اقتراع. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع اعتبارا من يوم غد الخميس. ذكر بيان للمفوضية أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع اعتبارا من يوم غد المصادف 27/7/2023، وأضاف أن التقديم سيكون عبر الرابط التالي الذي سيكون في وصف الفيديو، مشيرا إلى أن التقديم سيشمل موظفي دوائر الدولة كافة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية. وطلبت الجامعات والمعاهد والخريجين على أن يكون أقل تحصيل دراسي للخريجين هو الدبلوم،